بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه سالفه رياضيه وبرنامجكم برنامج كروسفيت. معاكم كابتن حسين السعد. من خلال التمارين في هذا البرنامج نحاول ان احنا نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت منافسين، حتى اذا كان مستواك انترميديت او سكيل، احاول اني ابسط لك التمارين كابسط ما يمكن عشان تطور نفسك في هذه اللعبه وتوصل الى مستويات افضل. حتى اذا كنت تبحث عن لعبه لايف ستايل تساعدك في زياده البناء العضلي ونزول الدهون، فتمارين الكروسفيت تعتبر من افضل التمارين في هذا الخصوص، لانها احيانا يكون فيها تمارين بناء عضلي مع تمارين كارديو، فهذين الاثنين هم مع بعض يساعدوننا للوصول الى هذا الهدف. قبل ما نبدا ونشرح تماريننا لحلقه اليوم، يحتاج ان احنا نسخن جسمنا. التسخين احاول اني اروح على مجموعه من الاجهزه بحيث اني اسخن الابر بادي واللور بادي، ازيد من نبضات القلب، كذلك عضلات الكور، فجسمي كله يكون جاهز حق التمرين. فراح يكون التسخين عباره عن 400 متر على جهاز الاير رانر، بعد ذلك دقيقتين على جهاز السي 2 او البايك ايرج، بعد ذلك دقيقتين على جهاز الاسلت بايك، ونختمها اخيرا بدقيقتين على جهاز الراور. حاول لا تروح وايد سريع عشان فقط الهدف انك انت تسخن جسمك، فروح تقريبا 65 الى 70% من طاقتك، وخلونا نشوف التسخين مع بعض. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهينا من التسخين صار الجسم جاهز عشان نقدر نتمرن بكفاءة أفضل. بارت A من تمريننا لحلقة اليوم راح يكون عبارة عن تمارين تقويات للجزء السفلي من الجسم. يحتاج لاعب الكروسفيت أن جسمه يكون متناسق. ليش؟ لأن تماريننا مختلفة، فأنت تروح مثلا الكلاس للتمرين أو تروح البطولة ما تعرف شنو التمرين اللي راح يكون. ممكن يكون تمرين جري، ممكن يكون تمرين سباحة، ممكن تمرين يكون فيه لانجز، ممكن تمرين يكون فيه ويت ليفتنج. فنستخدم عضلات اللور بادي أو الأبر بادي بشكل مختلف حسب التمرين، فأنا أحتاج كلاعب كروسفيت أن أركز على جميع زوايا العضلة علشان هذا يساعدني أن العضلة تكون قوية بالنسبة لي. أول تمرين نبدأ فيه لحلقتنا اليوم أو برنامجنا اليوم راح يكون هو تمرين بولغاريان سكوات. تمرين بولغاريان سكوات من اكثر التمارين اللي تساعدني لتقويه عضلات الفخذ. حتى نشوف لما ندخل هذا التمرين من ضمن جدولنا راح تلاحظ ان تمارينك تتغير، تتحسن مستواك في لعبه مثلا الخطف، كلين جيرك، وبالسكوات بشكل عام راح تلاحظ انه يتحسن. ليش؟ لان هذا واحد من التمارين القليله اللي تساعدني في تقويه عضلات الهيب فلكسر وكذلك عضلات الفخذ الداخليه وعضلات قاع الحوض. اداء التمرين بشكل بسيط، أكون قاعد على البنش، القدم تكون أمام الجسم بالطريقة هذه. هذا القياس اللي أنا راح أثبت عليه قدمي، فراح نثبت القدم مثلا، راح مرن العضلة اليمين، راح أثبت القدم بالطريقة هذه، والثانية راح تكون على البنش. صدري راح يكون بشكل مستقيم، أحاول إني أنزل بشكل مستقيم لغاية ما توصل الركبة إلى الأرض، بعد ذلك أصعد. طبعا الهدف من التمرين مو تمرين توازن او ثبات، مع ان الثبات او التوازن يعتبر واحد من عناصر اللياقه البدنيه، ولكن الهدف من هذا التمرين تقويه عضلات الفخذ. فعادي اذا حسيت اني مو قادر اثبت
اتسند مثلا على بوكس او امسك مثلا روب كلايمب او اي شيء يكون اثبت جسمي عليه عشان اقدر ادي التمرين بشكل جيد. زين، اذا كان التمرين بالنسبه لي انا كان لاعب قوي، عضلاتي راح تكون قويه، فاقدر ادي التمرين هذا بشكل سهل او بالنسبه لي ما يعتبر تحدي، فراح استخدم وزن وراح ندي هذا التمرين 4 جولات في 12 عده باستخدام الوزن. بعد ما انتهي من 4 جولات في 8 عدات يمين و8 عدات للقدم اليسار راح ننتقل للتمرين الثاني اللي بعده. التمرين الثاني اللي بعده واحد من التمارين القليله اللي تركز على تقويه عضله الهامسترنج او عضله الفخذ الخلفيه. عضله الفخذ الخلفيه تعتبر من اضعف العضلات او اقل العضلات اللي احنا نمرنها دائما بالنسبه حق كل الرياضيين. تذكر هذه المقوله ان انت قوتك بقوه اضعف عضله فيك. فحاول انك تقوي هذه العضله عشان مستواك او مستوى التمارين اللي تستخدم فيها الفخذ تكون قويه. طبعا شلون ادي هذا التمرين؟ احاول ان اثبت جسمي على احد الاقدام وانزل الى الاسفل مع دفع القدم الثانيه الى الخلف. مثل ما قلنا هذا التمرين مو تمارين توازن، فاحاول اذا ما قدرت اتوازن استند على اي شيء، مثلا استند على بوكس واحاول انزل مع دفع القدم للخلف، راح نحس ان الشد يصير في العضله الخلفيه. راح ندي هذا التمرين 4 جولات 8 عدات لكل قدم. اذا كان التمرين بالنسبه لك اول مره تحطه في جدولك فانا افضل انك انت تلعب من غير ما تستخدم وزن. لكن اذا كنت لاعب متقدم مستواك مستوى متقدم فافضل انك تستخدم وزن وراح تاديه بنفس الطريقه ونفس الجولات. بعد ما ننتهي من 4 جولات من هذا التمرين راح ننتقل للتمرين الثالث واللي هو السومو سكوات. سومو سكوات من التمارين اللي تمرن وتقوي عضلات الفخذ الداخليه والادكتور وكذلك عضلات قاع الحوض. تفيدنا بشكل جدا كبير تقليل الاصابات وكذلك زياده المدى الحركي. شوف بعض الناس لما يلعبون سكوات ما يقدر ينزل بسكوات مدى حركي كامل، حتى لما يلعب مثلا كلين او سناتش نشوف الستارت ماله مو قادر يسوي ستارت صحيح لانه عضلات قاع الحوض وكذلك عضلات الفخذ الداخليه عنده ضعيفه، فهذا التمرين من التمارين اللي راح تقوي هذه العضله. طريقه ادائه اخذ خطوه واسعه واحاول انزل باستخدام الفخذ، يعني ما انزل بظهري لا، انزل باستخدام عضلات الفخذ وظهري راح يكون وصدري الى اعلى. احاول اني انزل تحت الى اقصى مدى ممكن، اذا حسيت ان هذا التمرين سهل عندي مدى اكثر ممكن اوقف على وزن 20 كيلو ثنتين ثلاثتين او ممكن اوقف على بنشين واخلي الوزن يروح بالنص، وهذا التمرين راح يفيدني بشكل جدا كبير الى انه يزيد من المدى الحركي بالنسبه حق عضلات الهب ويزيد من مرونه هذه العضله. التمرين الرابع اعزائي المشاهدين والاخير راح نركز فيه على تقوية عضلة الفخذ الداخلية. راح استخدم رابر باند. راح نثبت الرابر باند، ناخذ خطوة بشكل مناسب. إذا مو قادر أثبت بحاول إني أستند على أي شيء يثبت جسمي. راح نفتح عضلة الفخذ إلى الآخر، بعد ذلك نضم عضلة الفخذ إلى الآخر وأحس بالشد اللي هني ممكن ثانيتين، بعدين أرجع. 1 2 1 2. طبعا ممكن استخدم الرابر باند او استخدم الكيبل اذا عندي كيبل حق هذا التمرين، وهذا قلنا من التمارين اللي تقوي عضلات الفخذ الداخليه وعضله الادكتور. راح نسوي 4 جولات في 15 عده للقدم اليمين و15 عده للقدم اليسار. كذي اعزائي المشاهدين انتهينا من تمرين التقويات اللي في بارت A وننتقل الى تمرين الكارديو وفي بارت B.
أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون التمرين عبارة عن إمم 20 دقيقة. إمم يعني شنو؟ يعني every minute on minute، يعني إيش كثر أقدر أسوي تكرارات خلال دقيقة ويكون عندي وقت عشان أرتاح فيه. راح يكون تمرين عبارة عن 10 كالوري على الأسلت بايك، بعد ذلك أرتاح باقي الدقيقة، وبعدها الدقيقة اللي بعدها راح أروح حق البوكس جامب وراح أسوي 10 بوكس جامب أوفر. طبعا بالنسبة حق لاعبين الإليت أو الآر إكس راح يكون ارتفاع البوكس 24، إذا كان مستواي أقل فممكن أنزل البوكس إلى 20، إذا كان مستواي أقل أو كنت لاعب مبتدئ فممكن أستخدم وزن 20 كيلو، أخلي الوزن على الأرض، أخذ جامب على الوزن، بعد ذلك أنزل. إذا شفته سهل ممكن أحط ثنتين 20 كيلو فوق بعض، ثلاثة فوق بعض، لغاية ما أحس أني قدرت أني أوصل إلى هذا الارتفاع في البوكس. ولكن أنا بالنسبة لي ما أفضل أنك تسوي ستيب أب، لا، أفضل أنك تتعلم وتسوي جامب، راح يكون بالنسبة لك أحسن. الدقيقة الثالثة راح نروح على الرو ونسوي 10 كالوري على الرو، الدقيقة الرابعة راح نسوي بيربيز جامب. فهذه الأربع دقائق، الدقيقة الخامسة راح تكون راحة عشان أقدر مرة ثانية أعطي. حاول أنك خلال هذه الدقائق تخلص في نفس الوقت، يعني مثلاً إيش كثر تحتاج عشان تخلص 10 كالوري بالأسلت بايك، حاول أنك الجولة اللي بعدها واللي بعدها تسوي الكالوري على الأسلت بايك في نفس الوقت. جاهز وساعدكم أعزائي المشاهدين، خلونا نبدأ التمرين مع بعض. أعزائي المشاهدين، من المكملات المفيدة واللي يروج لها بشكل جدا كبير في الفترة الحالية هي مكملات البكتيريا النافعة، سواء بكتيريا نافعة أو غذاء البكتيريا النافعة. نعم، البكتيريا النافعة ممكن تساعدنا في تحسين الصحة بشكل عام، تساعدنا في تعديل المزاج، كذلك البحوث الحالية تثبت أن البكتيريا النافعة أو صحة الأمعاء ممكن تساعدنا في نزول الوزن بشكل أكبر. أنا أفضل طبعاً أول شيء التركيز على الغذاء اللي يحتوي على البكتيريا النافعة مثل الروب والمخلل أو الكامبوتشا وغيرها من الأغذية الطبيعية. إذا ما قدرت أو ما أحب هذه الأشياء أو عندي حساسية من هذه الأشياء، بعد ذلك ممكن أنتقل إلى المكملات الغذائية، ولكن الأفضل التركيز على الأكل الطبيعي، ومن أغنى الأكل الطبيعي اللي يحتوي على البكتيريا النافعة هو الكفير. فممكن أنه يكون جزء من غذائي اليومي لتحسين صحة الأمعاء بشكل عام. أعزائي المشاهدين، نتمنى حلقتنا اليوم نالت على إعجابكم، تماريننا كانت ممتعة بالنسبة لكم، نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. حياكم الله سادة المشاهدين في حلقة جديدة ببرنامج كروسفيت، نحاول نوصل فيها معلومة جديدة تستفيدوا منها في حياتكم اليومية. بما أن احنا اسم برنامجنا كروسفيت، وبالتالي لعبة كروسفيت لها دور كبير ولها خلينا نقول حاصل كبير في برنامجنا. من أهم الإصابات اللي يتعرضون لها خلينا نقول لاعبين الكروسفيت هي إصابات الكتف. إصابات الكتف مختلفة وكثيرة، من أهم الإصابات اللي يتعرضون لها لاعبين كروسفيت اللي هو إصابات الأوتار في مفصل الكتف. مفصل الكتف متكون من أوتار كثيرة، يعني فيها عضلات كثيرة، بالتالي معرض لاعب الكروسفيت لهذه الإصابات بشكل خاص، اللي نقول
اصابات تمزقات الاوتار او الشد بالاوتار او التهابات الاوتار. فبالتالي نقطتي في هذه الحلقه احب اوصلها ان مرات كثير من الناس يكون في عندها تغييرات بالاوتار نتيجه طبيعه الرياضه، نتيجه خلينا نقول شده الرياضه، لان مثل ما احنا ندري كروسفيت رياضه شديده فيها خلينا نقول متطلبات عاليه، مجهود بدني عالي، وبالتالي الجسم كله معرض الى هذه خلينا نقول المجهودات البدنيه خلينا نقول والاوزان العاليه. فبالمقابل المفاصل تتاثر، العضلات تتاثر، الخضاريف تتاثر، الاوتار تتاثر. فمرات يكون في الام نحاول نسوي بعض الفحوصات، مثلا دكتور علاج طبيعي او الجراح يدلنا على بعض الفحوصات، ومنها الرنين المغناطيسي اللي دائما خلينا نقول نلجا له ونشوف شنو نتيجته. فعاده النتائج تكون ان في التهابات في هذه الاوتار، تمزقات في هذه الاوتار. وفي نسبه كبيره من الناس ان العلاج الطبيعي بحد ذاته والتمارين والادويه خلينا نقول والتعامل الطبي من الجراح والدكتور ودكتور العلاج الطبيعي يخفف من هذه الالام. فبالتالي نصيحتي في هذه الحلقه نحاول كثر ما نقدر اذا حصلت الظروف واذا مثلا الاعراض مناسبه نقلل من نسبه الجراحات اللي تصير في مفصل الكتف، لان لاعب وما نعتمد فقط على التشخيص من الرنين المغناطيسي، لان الرنين المغناطيسي صحيح دقيق وصحيح يعطينا صوره كامله، لكن يجب ان يعني نحط بعين الاعتبار ان هذا الرياضي صار له سنين في هذه الرياضه، وهذه الرياضه شديده مثل ما احنا عارفين، بالتالي نعتمد على الاوزان العاليه، المجهود البدني العالي. فبالمقابل الجسم معرض الى خلينا نقول هذه التغييرات الطبيعيه تصير في المفاصل والعضلات والغضاريف والاوتار. فمعرض جدا ان في لاعب كروسفيت نسوي له اشعه ما يعاني من الام، في تغييرات في الاوتار ونشوف في بعض خلينا نقول التمزقات البسيطه او الشد البسيطه او التهابات البسيطه بحكم الرياضه ليس الا يعني مو مجرد اصابه او لا سمح الله الام. فتسوي له الاشعه برنين المغناطيسي ويطلع عنده هذه التغييرات. فيجب ان ناخذ الحيطه والحذر في خلينا نقول التشخيص حق الناس اللي نسوي لهم الام ار اي ونشوف نتائج الام ار اي ويكون في تغييرات طبيعيه بالاوتار ونتخطى خلينا نقول السلم ونروح الى ابعد مدى ونعرضه الى هذه خلينا نقول العمليات الجراحيه. بالتالي نصيحتي في هذه الحلقه حاول نركز على ان ناخذ العلاج خطوه بخطوه، ما نعتمد فقط على نتائج الرنين المغناطيسي، لان الرنين المغناطيسي مثل ما قلنا لو نسويه على ناس ما يعانون من الالم نتائج نوعا ما مشابهه حق لاعبين كروسفيت، مع النتائج اللي تكون حق اللاعبين كروسفيت معرضين او عندهم يعانون من الام. فبالتالي لازم يكون التشخيص كامل، معتمد على التشخيص الطبي، معتمد على الفحص الكلينيكي، بالإضافة إلى كدعم خارجي اللي هو تقرير الرنين المغناطيسي. فحبيت أوصل هذه الفكرة أنها جدا مهمة، وما نتسرع في اتخاذ خلينا نقول الخطوة الأخيرة من الجراحات في مفصل الكتف، لكن ناخذ دور العلاج في خلينا نقول الخطوات الأولية اللي هي التمارين والعلاج الطبيعي والمسكنات والأدوية ومضادات الالتهاب، ونخلي الجراحة آخر شيء، وما نعتمد فقط على تقرير الرنين المغناطيسي، لأن مرات يكون هذا التقرير غير صحيح، يكون يعطينا تصور أن في مشكلة لكن هذا التصور سلبي، تصور غير صحيح بحكم الدراسات اللي نشوفها والمقارنات اللي يسوونها بين الناس اللي يلعبون كروسفيت وما يعانون من آلام ونتائج الرنين مالهم مع الناس اللي تلعب كروسفيت عندهم آلام، النتائج متشابهة نوعا. فأتمنى تستفيدون من هذه الحلقة وتوصلون حق جميع الناس اللي يلعبون هذه الرياضات، رياضة كروسفيت بشكل خاص، والسلام إن شاء الله بإذن الله ما تحتاجون هذه خلينا نقول الآلام وهذه العمليات. شكرا على الخير في حلقة جاية في برنامج كروسفيت، مع السلامة.